تريد أن تدفع ثمن جرائمها، ومن بينهم هيرمان جيرينج الذي كان يد هتلر اليمنى، ورودولف هيس الحاكم نصف المجنون، وكذلك فيلهام كايتل القائد الأعلى للجيش الألماني. إجمالا تقدم 21 قائدا سابقا أمام المحكمة. في بداية المحاكمات خطب النائب العام الأمريكي أمام هيئة المحلفين. The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant and so devastating that civilization cannot tolerate their being ignored because it cannot survive their being repeated. You must plead guilty.